أستاذ صفوان، هذا التطور الآن المتعلق بطائرات F-16 وتدريب طيارين أوكران، ألا يصب الزيت على النار الآن في الحرب الروسية الأوكرانية؟ عاد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف للتلويح بخطورة وقوع حرب نووية. لا، ما قال نووية، قال رجع قال نووية. سوف يكون هذه الطائرات تكون أهداف مشروعة بطبيعة الحال، سوف تكون يعني ما وحكى في... عن خطورة عودة احتمال حصول حرب نووية. حرب نووية ما في، لأنه ما حد عنده رغبة بالانتحار. قبل هالمرة سألتني نفس السؤال وقلت لك يعني إذا ما الأمريكي ألا يصب الزيت على النار من خلال موافقة على تدريب الطيارين الأوكران؟ لا، الأمريكي بده يخفف خسائر في هي حرب استنزاف، بده يخفف خسائر الناتو وخسائر الغرب اللي هو ممول أوكرانيا بالأسلحة. فإذا ما في F-16 بدهم كمية هائلة من الباتريوت لترد على طيارات سخيفة حقها $100 20,000 رخصة كتير. الطيارة الإيرانية طيب هذه $100 ارخص من الفجر بتصير ونص. لازم يكون في طائرات F-16 لحمايه الاجواء لتخفيف خسائر الباتريوت، وخسائر الباتريوت بتضل بس للصواريخ البالستيه الخطيره ذات التدمير الشديد. وعلى ما اعتقد حتى F-16 راح تكون يعني اكبر من اللازم، راح يكون في كميه كبيره من الدرونات بالإضافة للF-16 بيحموا الأجواء الأوكرانية بالوقت اللي بيكون الأوكران بدأوا فيه بحربهم المضادة أو هجومهم المضاد على القواعد الروسية. يعني بتقديرك السنارة F-16 تشارك قريبا بالمعارك لا التدريب إلا إذا في تدريب سري اللي ما بنعرفه، لأنه كثير أوقات بيقولوا بدنا ندربهم 4 أشهر خلال شهرين بيكون إجوا هن وأسلحتهم. هيك بقول لك بدنا نبعث صواريخ، بيكون الصواريخ موجودين من سنتين واصلة بالمستودعات. نعم. عم يفكوا الكرتون عنا. ما بنعرف هل هناك أطقم خاضعة للتدريب حاليا لما لا هذا الإعلان عنها تم حاليا، أم التدريب سوف يحتاج إلى أشهر عديدة 4 أو 5 أو 6 أشهر؟ على كل الأحوال هذا الإعلان بحد ذاته بهذا الشكل هو إعلان غربي أمريكي أوروبي بأننا جاهزين لحرب طويلة، ولا يراهن الروس على تفكك التحالف الغربي. هذا التحالف ومثل ما شفنا بقمة الـ20 قمة الـ7 التحالف يزداد قوة مع الوقت ولا يتراجع. طيب دكتور سعيد، ردا على هذا الشيء. نعم. رئيس الوزراء الروسي راح على الصين مبارح ليقول لهم الحلف الآخر قوي جدا وبدأ الهجوم على العمق الروسي، لازم تغيروا رأيكم وتقرروا تعلنوا عن مساعدات علنية للجيش الروسي ودعمنا مشان نحسن نتفاوض من موقع قوة. ما بنعرف شو راح تكون نتائج هذه الزيارة ولكن مترقبين. لا ندري إن كان هذا الهجوم على بلغرود سيتكرر وربما يصل إلى مسافات أبعد في عمق الأراضي الروسية. هذا ما ستثبته الأيام القادمة. على كل حال خليني الهواة وصلوا لهون، إذا فاتت كتائب أوكرانية رح تفوت تجيب القنابل النووية من مخازن. شكله خايف زيلينسكي، ما بيسويها. في وسائل حبوب كتير ليصير الواحد جريء.